أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. يقول حفظكم الله تعالى: ما حكم القراءة في الكتاب المقدس الإنجيل؟ لا يقرأ فيه ويطلع، ما هو بالقراءة المراد الاطلاع، لا يطلع عليه إلا عالم متحصن بالعقيدة من أجل أن يرى ما فيه من الباطل المكذوب على الله وعلى رسوله لأجل الرد عليه. أما طالب العلم المبتدي واللي قصده يبي يضيع الوقت ويطالع، هذا لا، ما يجوز، لأنه قد يتأثر بما يقرأ. نعم، ولا عنده علم يقاوم ما يطلع عليه.